شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا أم عبد الله تسأل تقول والدها رجل كبير في السن وتأتي الذاكرة وتغيب، يصوم ثم إذا وضعنا أمامه الطعام أكل وقال أنا لست صائما، ماذا يجب عليهم وماذا يجب على عائلته؟ هذا السؤال يكثر طرحه، يوجد بعض كبار السن يخف عندهم الضبط، عقولهم لا تذهب بالكلية وإنما تحضر وتغيب، فالضبط عنده خفيف، تارة يعرف من حوله وتارة لا يعرفهم، تارة يصوم وتارة يفطر، تارة يصلي تارة ما يصلي بسبب خفة الضبط عندهم. الحكم في هؤلاء عموما هو أن حكمهم حكم الصبي المميز، والصبي المميز هو مرفوع عن القلم لكنه إذا أتى بالطاعات أثيب عليها. فإذا هؤلاء إن أتوا بالطاعات أثيبوا وإن لم يأتوا بها لم يعاقبوا، يطلب يؤمر بالصلاة يقال الصل، إن صلى أثيب لكن لا يشق عليه في هذا، يعني اقبلوا ما أتى منه، إن صام الحمد لله، إن لم يصم اتركوه، إن أتى بالصلاة فهذا طيب، إن لم يأتي بها اتركوه، لأن الضبط عنده قد خف فهو أولى بالمراعاة من الصبي المميز. لكن بالنسبة للصيام ما دام أنه عقله يحضر ويغيب الأحوط أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا على سبيل الاحتياط، وإلا يعني على سبيل التحقيق لا ليس عليه شيء مرفوع عن القلم، لكن باعتبار أن عقله يحضر أحيانا فعلى سبيل الاحتياط لو أطعموا عنه عن كل يوم مسكينا كان ذلك حسنا. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم.